وصول 4 طائرات جديدة إلى تونس محملة بالمساعدة الطبية العاجلة التي أمر بها الملك محمد السادس. حطت صباح اليوم الاثنين بمطار قرطاج الدولي 4 طائرات جديدة في إطار الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية العاجلة التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرسالها إلى تونس، التي تشهد تطورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد-19. وبذلك يكون العدد الإجمالي للطائرات التابعة للقوات الملكية الجوية التي وصلت إلى تونس حتى الآن قد بلغ 12 طائرة نقلت 134 طنا و689 كيلوغرام من المساعدات. وتتكون المساعدات الطبية التي أمر بها جلالة الملك من 2 كاملتين ومستقلتين بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير، كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين